طماطم يا جماعة وكوسة لسه طازة فريش، يعني مشتريات من السوق على قد الاحتياجات. يعني هم كان البيت محتاج الحاجتين دول بس بصراحة يعني تحس ان هم لسه طازة، لسه جايين من الارض طازة على طول. دول كوسة، شوفوا ما شاء الله كوسة، تحس ان هي يعني سرحة كده طويلة، مش كبيرة ولا ان هي دبلانة او كده، يعني مش حاجة تلاجات، حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة طازة جدا. حتى الغصن لسه موجود في الطماطم، ازاي حاجة طماطم ما شاء الله، شكل وطعم ما شاء الله تبارك الله. فنعم ربنا يكتر علينا يا جماعة، يا رب لك الحمد، يا رب لك.